قد راح فين وكلهم قلت له روح مشي الغنمات. هذا يا لقمان يا ابويا فين يا درا؟ فين رحت؟ قلت له عبر مين وكلهم؟ قالت مش قايل لك انا ما تدفعش تروح تزرع بزرع الناس؟ هذا كلهم حرام عليك يا حرام. يا طيب جعانين ترجع تلعبوا بزرع الناس يا ولدي؟ طيب مش تكب لهم حبايه قش؟ طيب بعد ما تكب لهم مش كده حرام؟ لك افرض جاك صاحب الزرع واتعرك معك ايه حيحصل يعني؟ احنا ايه موقفنا؟ مش واحد زي المال حلو والزرع حلو، ما ينفعش الانسان يعتدي على زرع غيره ولا يعتدي على حد مصلحة غيره. ربنا ادانا مال وادانا اصحاب الارض زرع، المال حلو والزرع حلو، حرام الانسان يا ولد، ما ينفعش الكلام ده وربنا ما يرضاش بيده. يلا هات الغنم دي مش مروح، يلا قبل اصحاب الزرع تجيله. اه شكله صاحب الزرع. طيب برضه يا اخي لو كنت جبت بسرعه بزرع الناس وها صاحب الزرع جاي، ايه يعني توقع احنا نبقى موقفنا؟ ما ينفعش يا ولد تجيب لي الكلام وتجيب لي الحديث. يا واد هوي اللي هناك يا واد هوي. ايه يا عم الحاج انت؟ خلاص يا عمي زي بعض السماع. لا يا عمي زي بعض، طب ترضاها يا عمي عندك انت؟ والله ما واخد باله يا عمي. طب ليه بترعى بزرع انا انت بس؟ ما في حته فاضيه هو. فاضي يا حاج. يا حاج انت طب انت ليه بترعى بزرعنا بس؟ ينفع ترعى بزرعنا يعني؟ خلاص يا عمي زي بعض وسامحوا عيل. ولدك ده يا عم ابوي. ولدي يا عمي. طب ليه كده يا عم الحاج بس؟ ما زي بعض وعيل ما واخدش باله. ما ينفعش كده يا عم الحاج. لا اوعى تكررها يا ولدي ثاني في زرع الناس. لا يا عمي شوفوا كلمه ده عيل صغير. لا حرام علينا يا ولدي زرع الناس ما ينفعش. لا اوعى. ينفع يا ولدي كده؟ لا لا خلاص يا عمي خلاص سامحوا زي بعض عشان خاطر. هذا يا عمي ما المرة هذه والمرة الجاية عاد انا حشتكيكم عند العمدة. لا المرة الجاية يا عمي تبقى براحة. خلاص يا عمي المرة دي سمح. المرة الجاية انا حوديكم عند العمدة، ما ينفعش ترعى في زرع غيرك يا اخي. خلاص يا عمي سمح سمح. ماشي يا عمي الحج. يلا يا عمي خذ غنماتك واتكل على الله. حاضر يا عمي. ماشي شخص. ده طبعا يا اخواننا مشهد تمثيلي بنمثل فيه على ان الانسان ما ينفعش يعتدي على مال غيره ولا زرع غيره، ودي رسالة بنحب نوصلها لكل انسان بيعتدي على مال الغير. فدي العبرة، لان احنا الاسلام نهانا ان احنا نعتدي على مال الغير، فبنوصل رسالة لاي انسان بيعتدي على مال الغير انه ينتهي عما يفعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.